السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Grade 8, page 24 and page 25, module 3. بداية قبل البدء بالدرس، أحب أن أذكركم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن النعمان بن بشير والمذكور في صحيح البخاري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. ففي هذا الحديث يحض الإسلام على المؤاخاة والألفة والمواساة بين المؤمنين، وأن يكونوا متكاتفين مثل الجسد الواحد ومثل البنيان المرصوص. لذلك أحب أن أذكركم أن تدعوا لإخوانكم المسلمين المستضعفين وأن تشعروا بهم وتساعدوهم، فاهتمام المسلمين بعضهم ببعض في جميع شؤونهم حثنا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تنسوا إخوانكم من صالح دعائكم. الآن نبدأ بالدرس. A true hero. إذن اسم الدرس A true hero، اللي هو البطل الحقيقي. Before you start, look at the family photo. Why do you think the boy is wearing a police helmet? Why do you think the photo of the family is put in a newspaper article? رح نبدأ. طبعا هون السؤال انه لا بتتوقعوا انه هذا الطفل لابس بطاقية او خوذة الشرطة. والسؤال الثاني، لا بتتوقعوا انه صورة هذه العائلة موجودة في مقالة في الجريدة. طبعا احنا رح نقرأ هاي المقالة، article يعني مقالة، ورح نشرحها ان شاء الله ونعرف ليه الولد لابس خوذة الشرطة. 7-year-old saves family from attackers. اذا عندنا طفل عمره 7 سنوات ينقذ عائلة من المهاجمين. طبعا عندنا saves، هون استعملنا المضارع البسيط. دائما في العناوين، في عناوين الأخبار في الصحافة والإعلام، لما نضع العنوان حتى لو كان الحدث صار في الماضي، العنوان بيكون بزمن المضارع البسيط. فعنا إذن في الصحافة والإعلام نضع الفعل بيكون في زمن المضارع في اللغة العربية، وفي اللغة الإنجليزية في المضارع البسيط. هذا متعارف عليه. Broadbent, Sussex, 10th of March. A 7-year-old boy, Charles Robbins, stabbed some robbers at home. While the robbers were threatening his parents, he locked himself in the bathroom with his little sister and called the police. إذن عندنا broadband اللي هي بث مكثف أو نطاق عريض أو نطاق واسع. Sussex هي مقاطعة Sussex، تقع في الجنوب الشرقي لإنجلترا في المملكة المتحدة اللي هي بريطانيا. عندنا كلمة robbers. robbers اللي هي حرامي أو لص مسلح. طبعا هذا اللص بالعادة بيستخدم العنف والترهيب، بتكون بالعادة سرقة أشخاص. يعني بنطلق كلمة robber للشخص اللي بيستعمل العنف، بيستعمل سرقة الأشخاص. عندنا كلمة thief هي لص، ولكن بالعادة هذا الكلمة thief ما بيكون يتعرض للناس أو يستعمل معهم العنف، لا، بيحاول يسرق الممتلكات، يعني يسرق سيارة، يسرق يعني من غير ما يتعرض للناس، يسرق مثلا بسكليت وهكذا. threatening اللي هي تهديد. You can hear the conversation in a copy of the police tape. إذن بإمكانك conversation هي محادثة، copy نسخة، the police tape اللي هي تسجيلات الشرطة. The boy talked about his frightening experience to news reporters this afternoon. Frightening اللي هي مروع أو مفزع. Frightening experience اللي هي تجربة مفزعة. News reporters الصحفيين أو المراسلين الصحفيين. While he and his little sister were playing in the garden, the boy realized something unusual was going on. كلمة realized اللي هي أدرك، unusual غير اعتيادي أو غير عادي، going on يحدث. إذا كان الطفل هو أخته يلعبوا بالحديقة، فشافوا أشياء غير عادية، شيء
غير عادي يحدث. I saw a strange man. He was standing in the street. Then I looked into the kitchen and I saw two other men. They were pointing their guns at my mom and dad. My mom and dad were putting their hands up and their heads down, pointing their guns يوجهوا أو يصوبوا بنادقهم باتجاه الأم وأبو للطفل. كان للأم والأب يضعوا أيديهم في الأعلى، يرفعوا أيديهم للأعلى ورؤوسهم للأسفل. I grabbed mom's phone, took my sister and ran to the bathroom. I locked the door and I found the police. Grabbed معناها يخطف أو ينتزع، اللي هو أخذ الشيء بقوة. فأخذ تليفون والدته وأخذ أخته وركض للحمام وأغلق الباب على نفسه واتصل في الشرطة. While he was talking to the police, one of the robbers broke down the door and grabbed the phone. When the boy told them he was speaking to the police, the robbers escaped. They didn't injure anyone and they didn't take any property. إذن وخلال المحادثة اللي كان الطفل يحكي فيها مع الشرطة، كسر أحد اللصوص المسلحين باب الحمام وأخذ انتزع الهاتف من الطفل بقوة. فالطفل أخبره بأنه بتحدث مع الشرطة، فهربوا اللصوص ولم يجرح أو يصب أي أحد بمكروه ولم يسرق أي شيء من ممتلكات. escaped معناها يهرب، property معناها ممتلكات. During the news conference, the boy was wearing a police helmet that the police gave him for being brave. Conference اللي هي مؤتمر، helmet اللي هي القبعة أو الخوذة. Being brave إنه يتصرف بشجاعة. Exercise 1. Read the article. Are these sentences true or false? Explain why. إذا عندنا جمل، بعد ما قرأنا المقالة بدنا نعرف هل هاي الجملة صحيحة أو خطأ ونبين السبب ليه صحيحة وليه خاطئة. A. طبعا حلوهم لحالكم وتأكدوا من الحل. A. Charles noticed something was happening at home. طبعا الإجابة true من خلال رجوع للمقالة. When he was playing in the garden, he realized something unusual was going on. B. The boy ran to the kitchen and saved his parents from the robbers. طبعا false. The boy ran to the bathroom and found the police. C. The robbers took a computer. إذن computer هي من البروبرتي. False. The robbers didn't take any property. Finally, D. The police gave the boy a helmet because he was courageous. Courageous يعني شجاع. فإذن true. Charles was wearing a police helmet that the police gave him for being brave. إذن وضحنا الجمل، هل هي صحيحة أم خاطئة؟ ننتقل لـ exercise number 2. Listen the words below in context. Try to guess their meaning. إذن رح أقرأ هاي الكلمات، رح أقرأ لكم إياها بسياق جمل، رح تحاولوا تحزروا معناها، رح أعطيكم معناها في اللغة الإنجليزية واللغة العربية إن شاء الله. Frightening, rubber, theft, to attack, to grab, to injure, to threaten. رح أقرأ الجمل وحاولوا احزروا معانيهم. 1. Swimming with sharks is the most frightening thing I can imagine. 2. The robber tried to steal money from the bank. 3. The jeweler knew a theft had taken place when he saw some jewels were missing. 4. I saw a TV program about a lion trying to attack another animal. 5. I tried to grab my bag when it fell off the wall. 6.
You are going to injure yourself if you keep running on ice. 7. This hot weather is going to threaten our crops. Hopefully it will rain soon. إذا من خلال استماعكم أتمنى أنه تحاولوا تحزروا معناهم. والآن سأعطيكم معانيهم في اللغة الإنجليزية واللغة العربية إن شاء الله. Frightening, adjective, making you feel afraid or nervous. مفزع أو مرعب. Robber, noun, someone who steals money or property. إذا لص ولص مسلح. Theft, noun, the crime of stealing, اللي هي السرقة. To attack, verb, to use physical violence against someone. Attack, يهجم. To grab, verb, to take hold of something or someone with a sudden movement. إذا ينتزع أو أخذ الشيء بقوة. To injure, verb, hurt yourself or someone else, يجرح. To threaten, verb, to tell someone that you will hurt them in some way if they do not do what you want, يهدد.